السلام عليكم، اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتكم بزاف بزاف، سمحوا لي على هاد الغيبه. المهم غير مع الاجراء والبنادم ما كيساليش والظروف، الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو، واحد تيباري ديال واحد صديقه ديالي دارتها لبنتها وعرضت علينا، فقلت علاش لا ما نديكمش معايا وتشوفوا كيفاش كيدوزوا الاجواء ملي كتكون شي حفله ديال البنيتات هكا. راكم عارفين اي حاجه فيها البنيتات كتكون الصراحه زوينه وفيها شحال من حاجه، الواحد كي الوليدات دايها فان. دابا انا دايكم معايا في الطريق كيف كتشوفوا، حيت البيت ديالها قريب من الدار ديالي، يلا شي 5 ديال الدقائق بالطوموبيل. غادي خليكم معايا في الفيديو وتابعوا كاع العشيه ديالنا كيفاش دوزناها، وان شاء الله تعجبكم. وشكرا لكم بزاف، ما تنساونيش من التعاليق واللايك الى عجبكم الفيديو، ونخليكم مع الفيديو. اكيد غادي نرجع في وسط الفيديو اي حاجه سجلتها باش نعطيكم التفاصيل ديالها ونشرح لكم كاع هذاك التسجيلات اللي غندير ان شاء الله. دونك هنايا كيف ما شفتوا وريت لكم الدخله فين، يعني بديت بالباكيارد الجريده فين دارت صاحبتي هاد البيرثدي، وكيف صورت لكم البافيت شنو دايره فيه، يعني حاجات خفيفه ما كاينش داك الماكله كثيره ولا غير حويجات خفاف البنيتات هكا اولا الناس اللي حاضرين. كاين هذاك الكرواسون فيه الدجاج، يعني تشيكن سالاد كيسميوها هنايا، وشي ليمونيد وجوس والستروبيري بالشوكولات، يعني هي كيديروهم حاجات خفاف ظراف، ما كيكلفوش على راسهم بزاف. وهنايا الوليدات كيلعبوا في الباكيارد، هذا هو المهم، يعني هذه اكثر حاجه الناس كيديروا عليها هاد لي باري بحال هادو، خاص الوليدات يلعبوا ويحسوا براسهم زعما دي انجوي هذاك الداي ديالهم. فهنا انا كنصور لكم الوليدات ملي دخلوا بداو كيلعبوا، وهذوك الطبيله وداكشي كلشي موجد على ما يشوفوهم، يعني ماشي شبعوا لعب، غادي يلعبوا شويه ومن بعد غادي يجيو ياكلوا ومن بعد غيرجعوا يلعبوا حتى غيدوزوا العشيه ديالهم ان شاء الله. فخليكم معايا هنا، انا مصوره يعني كل مره لقيت شي فرصه كنصور شويه وكنتقاسم معكم هاد الاجواء كلها. دابا حيت الوليدات تقريبا في نفس لاج، فكانوا البنيتات كيلعبوا في داك السلايد اولا كيلعبوا في هذيك البلاي هاوس ديال البنيتات. انا غادي نقربكم منها باش تشوفوها اكثر. كيبقاو يعني دي بروتند راهم كيلعبوا بحال كل واحدة عندها الدار وكيدخلوا عند بعضياتهم. صراحة كان نهار زوين بزاف، البنيتات فرحوا بزاف ولعبوا مع بعضياتهم. Do that too. Yes. The dress. Look at the dress of Fatima. Yeah.
هنايا صافي البنيتات كانوا عياو باللعب وكيف كتشوفوا راه عرقانين، ولكن غير جات الوقيته ديال انهم خاصهم يركبوا هاد الفلاورز. كيف كتشوفوا كاين انواع واشكال ديال الوريدات، غادي يختاروا شنو، كل وحده غتختار الوريدات اولا الفراشات اللي بغاتها في الشابو ديالها، وغادي نلصقوها لهم بالجلو لحقاش الجلو داك الجلو كان سخون ما يقدرش نقدروش نعطيوه للبنيتات. حنا غادي نلصقوا لهم كاع هذوك الوريدات اللي بغاو، ومن بعد غادي يديروا العقيق في الخيط، يختاروا اشنو اللون ديال الخيط اللي بغاو باش يركبوا فيه العقيق ويديروه في العنق ديالهم. فهاد الاكتيفيتيز كيديروهم بزاف في هاد التي باري بحال هادو، منها البنيتات كيعرفوا هذاك الشيء كيفاش يصاوبوه، ومنها كيتلاهاو بهم، يعني حاجه زوينين صراحه. فخليكم مع الفيديو ان شاء الله، وها نتوما متابعين معنا لاخر الفيديو، مازال غادي يكونوا حوايج اخرين ان شاء الله في الفيديو، فما تزبيو فين. Thank you.
الور الوليدات هنايا ملي كانوا البنتات كيديروا داك الاكتيفيتي ديالهم وداك الوريدات داك لي شابو، حتى الدراري لقينا لهم حتى هما جيم خاصو بيلعبوا. كيف كتشوفوا حتى هما يعني متمتعين بالوقت ديالهم. كان عندهم هذا الجيم ديال هاد بحال واحد الاكياس صغارين معمرين بحال بالرمله، وكيبقاو يرميوهم لهم يشوفوا شكون اللي غادي يقدر يشد اكبر عدد منهم فواحد الوقت وجيز، او لا في ملي كيرميوهم خاصهم يجيو فداك داك الحفره اللي كاينه فداك البورد تما. فصراحه حتى هما دوزو وقيت زوين. Fatima, take you now. Leave your hat. Leave your hat on you. وصلنا اخيرا للفقره ديال المفضله عند الوليدات في هاد الحفلات اللي كيديروا هنايا في امريكا. يعني معظمهم في البيرثدي باري كيكون عندهم هاد البينيادا هي واحد كيكون واحد الشكل ديال واحد يعني واحد اللعبه كتكون بحال شي صندوق، يعني الجوف ديالها كيكون خاوي، فكياخذوها على ود الوليدات. اي تيم كنتو كيكونوا دايرين البيرثداي او لهاد الباريز بحال هادو، فالوليدات كيختاروا شنو اللي كيكونوا باغيين وكيعمروا لهم هذاك اللي على شكل الطوي ديالهم اللي هما باغيينه، او لا لعبه او لا بحال هذه اللي كتشوفوا هنايا ديال اليونيكورن، دايره بحال اليونيكورن يعني البنيتات. فهذه كلها معمره بالحلوى من الداخل، كاع الكانديز اللي كيعجبوا الدراري، وكيبقاو كيديروا هذا الجيم هذا
كيشدوا الوليدات على عويناتهم حيت هادو غير بنيتات صغار ما بغيناش نديروها لهم، كيشدوا لهم على عويناتهم وكيبقاو يدوروهم يدوروهم حتى كيدوخوا، وكيخليوهم يضربوا هذاك هذيك البنياده باش اي واحد حاول ضربها شي ضربات مجهده حتى يعني تفجر ويطيح من هذاك الحلوى كلها، والوليدات كيفرحوا ويبقاو يجمعوا الحلوى. فانا غنشارك معكم شي لقطات من هذوك اللحظات اللي كانوا الوليدات كيديروهم، وخليكم مع الفيديو. فهنا غادي تشوفوا ملي غادي يبدا يعني الدور ديال الدراري، غنديروا لهم هذاك البانديج على العينين وغادي يدوروهم، وهما ما حنوش فيهم ماشي بحال البنات تكرفصوا عليهم بساكن صراحه. والله وقتات اللي كدوز مع الوليدات كلها ما كتعوضش، ان شاء الله يا ربي يرزق كل واحد الذريه الصالحه، والله يهديهم والله يرزق كل وحده في خاطرها وليدات ربي يفرحها ان شاء الله. More. Go. Yeah.
عرفتوا البنات راه عيت نزرب في الفيديو، ولكن راه هاد البنياده هادي حمقت الوليدات، حرام واش بغات تحل. واخا كتشوفوا هكا سهله، راه ماشي سهله صراحه، واخا كيضربوها بزاف قاصحه باش تهرس، ولكن راه في الاخير صافي عيا وما بقاو يضربوا فيها ضربه 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 حتى تفتحت بالهلايقه زيله. المهم هما كيتسناو داك اللحظه ديال الكاندي منين طاح في الارض والحلوى، وكيف كتشوفوا دابا هذا هو البيست مومنت عند هاد الوليدات هنا. كل واحد غادي يجمع الحلوى ديالو في واحد الكيس حتى ياكلها من بعد، يعني ماشي ضروري غا ياخذ داك الحلوى كلها في نفس النهار، بصح غير كيديوها معاهم وياكلوها من بعد، يعني كيديوها معاهم للدار. ومن بعد دابا غادي يكملوا يلعبوا، وشويه راه بدات كتغرب الوقيته ديال الغروب، فغادي ندخلوا للدار، خليكم معنا. واخيرا دخلنا للدار، فبرا الجو سخون 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 البنات بزاف، وكان بدات كتغرب شويه المغرب. دخلنا كملنا الحفله لداخل، البنات كيف كتشوفوا مازالين ما شابعينش من اللعب، كيلعبوا عاوتاني بالطويز، والوليدات درنا لهم كيتفرجوا في واحد الموفي وكيلعبوا بالليغوس. الام ديال البنيتة هنا راها كتوجد لطابل اللي فيها البيرثدي كيك باش نطفيو الشميعه للبنيتة، خليكم معنا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zaylee. Happy birthday to you. Happy birthday. Good job. فمن بعد ما طفينا الشمع هنايا البنيته جابت الجيفت باك، كتعطيهم كاع الضيوف اللي جاوا عندها في البيرثدي، كدور عليهم وكتعطيهم جيفت باك. وهنا البنيتات مازال ما شبعوش من اللعب، اوف كورس عاوتاني جالسين كيلعبوا في الليفين روم، يعني ما عياوش وخليناهم على راحتهم حتى حنا كيلعبوا، ما ماشي مشكل لان قرا ساكنين قرابين من بعضياتنا، فواخا تعطلنا ما عليهش. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، حاولت ما امكن نتقاسم معكم كاع داك اللحظات الزوينه، وحتى من القطيوط اللي كاين عند العائله هنايا راه صورته لكم، حتى هو كان كيلعب مع الوليدات وهنايا جاع وجبنا له الماكله ياكل.
فنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.